إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبرنامجكيني بركيسنا تسد ومد حقوق دا إسلامك بإذن الله تعالى. ما أنتنا وحين قاذنين حق مدى حقوق داس وانا حق الله يقانو حق المسجد. مساجدك إخواني وأحبائي أرنكي سؤاد بؤوان يهي رسولك إن محمد صلى الله عليه وسلم مركي ومقالة مدينة وصوق لي وحب بلابي إن أردس مساجد. مساجدك أخ المسلم ودلك إلهي سبحانه وتعالى وأبوري ماشو إلهي سبحانه وتعالى وتعالي هاي ورسول كان محمد صلى الله عليه وسلم وحيري أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إلهي سبحانه وتعالى دلك سوحو وتعالي هاي مساجد دا. إلهي سبحانه وتعالى دلك وحو النعبي هاي سوق يضا. أخ المسلم مرهدات فهنتي برتو الله وتعالي هاينا مساجد دا تاي مرهدات فهنتي دلك إلهي برتو النعبي هاي سوق يضا إناي تاي هلكي لغا هيرا هلكي سي أقلبي غاقو كدقا. مساجدكو أخ المسلم مكان ديس يدرج ديس إسلام كوربو وقاضي وماش إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيس كرلو قاضي وانا شعير يعلى مد كمد على مدها ووين إسلام كولي هاي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كيري في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخ المسلم آيات كاس وحين تصيان إله سبحانه وتعالى إنه ليه قريو قريها سوء قلاضي إن إله سبحانه وتعالى حسكي صلى لقا دواقه قريها قلن هوري قلن دمب إلهي بألقو حسا رق رق نمدو دعادة هين ويحاضران رق شلن كود يمشقول كالدويان لهارين سبب تكو قاضة ساناي تاي عبسد إلهي سبحانه وتعالى. إلهي وحين وشيق ددكاس إلهي نوابال مرين أيو إلهي سبحانه وتعالى وكو أرزاق يرزق على حساب لهين. أخ المسلم مساجد كو قريقا لقاه لقف كستو مؤمن إلهي سبحانه وتعالى كبقى وحو رسولك صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن. مساجدك هو قريقا لقاه لقف كستو مؤمنة. مساجدك أخ المسلم قفك اللازمة قلبي قيسا كلا لادي حب المسجد نلقو أرزاقه أمر والبردن عام مساجدك ودقاقة انتو كما قيهينا دريما انو أبا هيا هاي نفتيس مساجدك آدي آد قلبي قيسو قحريا هاي قفك دريما مساجدك
ee qalbigiisa laga laalaadiyey wuxuu rasuulku sheegay sallallahu calayhi wasallam maalinta qiyaame aan harjirin harhka ilaahay mooyaane inay ka mid noqonayaan toddoba toddobada waxaa ka mid noqonaya warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid qof qalbigiisa laga laalaadiyey masaajidada warajulun qalbuhu mucallaqun filmasaajid masaajidada sidaad isku tihiin se intaad jeceshahay akhal muslim masaajidadu akhal muslim xuquuq badan bay leeyihiin xaqa kuwaadee masaajidku inagu leeyahay waxa uu yahay waa in la camiro ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay masaajidada cidda camirta cidda yihiin waxaa ilaahay leeyahay إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين masaajidada ilaahay waxaa aamira dad ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan maalinta dambe u diyaar ah oo rumaysan iyadana salaada ooga ilaahay subxaanahu wa tacaala zakadu amrayna bixiya dadkaasi waa kuwa ilaahay un ka baqa waxay mudan yihiin dadka ilaaha boqorkii inuu hanuuniyo akhal muslim masaajidka in la camiro waa xaqa kuwaad inagu leeyahay meesha kuwaada laga camiraya waa in la dhiso oo qofku maalkiisa uu huro qofka masaajidka dhisa waxa uu leeyahay ajar weyn oo la yaab leh wuxuu rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka masaajid ilaahay dartii u dhisa in isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uga dhisayo guri jannada allahu akbar akhal muslim xaqa labaad intaynaynu gudbin waxa kalaynu ku camiraynaa masaajidka inaynu ku dhex tukanno sidaad wada daraysan nahay dhammaanteen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yimid dee nin indhala oo doonaya inuu helo fasax in loo siiyo gurigiisa inuu ku tukado ninkaasoo ku dacwoonaya inaanu haysan cid soo gaxaysa rasuulku waa u ogolaaday in yar kadib ninkii markuu dhaqaaqay ayuu ku yidhi kaalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam eedaanka ma maqashaa kaalay buu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam masaajidka in la camiro salaad lagu camiro oo dadka tukanaya in la tukanaa oo xaqa uu masaajidku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin salaada oogoo zakada bixiya kuwa rukuucayana la rukuuca ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay akhal muslim masaajidka waxaynu ku camiraynaa oo uu xaqu leeyahay in cilmi lagu dhex baro dadkii oo cilmigii lagu dhex faafiyo bal u fiirso wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wama ijtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illah yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum fiima baynahum ila nazalat calayhim assakiina waghashiyathum araxma wuxuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam dadi kuma kulmaan guri guryaha ilaahay ka mid a ilaa xasilooni bay heli malaa'igta ilaahay baa ilaalin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ugu faanay allahu akbar akhal muslim fursadda intaa leeg camiraadda masaajidka laga helaa masaajid cilmi lagu camiro oo tafsiir lagu dhigayo oo xadiidkii rasuulka lagu dhigayo sala allahu calayhi wasalam markuu masaajidku noqdo waa masaajid xaqiisii la gartay xaqa labaadee masaajidku inagu leeyahay wuxuu yahay in laga dheereeyo masaajidkii shirkiga bidcada iyo khuraafaadka in ilaahay keligii lagu caabudo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada ilaahay baa masaajidada iska leh cid aan allah ahayn laguma dhex caabudi karo lagumana dhex baryi karo akhal muslim xaqu masaajidku leeyahay wuxuu yahay inaan qabri laga duldhisin amaan meel qabri ka dhisan yahay masaajidka inaan lagu dhexaasin cidnaba wuxuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam dhaqanka yahuudeed inuu ahaa sidan soo socota lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida
إلهي هن عضلو يهودية نصارو يهودية كريستانبا وحي كريستان قري مساجد دي إلهي أي كدر لسان قبورتي أنبياد قبوره النبي دي إلهي أي مساجد دي كدر تاني وحطيكم موتين نعدل إلهي محاضو مالين إسان نبي دي إلهي من الله قرأي دوشو دي مساجد دي لغد درست أدون يرو مسكينة نبينا ناهين أدون مسكبال صالحة إسن الله قوم أقلا أخ المسلم حق مساجد كولي وحاكم دا ومدان لغو برارغو إن المساجد كإله سبحانه وتعالى وحبال لغا دحي بوهن ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يداود دير وحانو تلمامي قفك مقلا يدو عيدك دحي بوهن إساء على مساجدك إنو يدا هذا إلهي كوم سعلي إن لغا هبا عرب إلهي كوم سعلي حق مساجدك أولي وحاكم دا إن مساجدك وحنا لغو دحي بين وقفك مدو حيب سنية مدو حلقيب سنية تونا إنا المساجد لك دحل وأنا قد يد حارانا ورسولك الشيخي صلى الله عليه وسلم هديا دركتان مدو حيبيني مدو حكيب سنية وحاد كنت لهذا إلهي قنع سيقاك كوما بركة قدي مساجدك حق حولي هاي إنا نعودك كر لغو قادم وان لغو دحبوغين وان لغو دحضل وحد عضي صحابي قال هذا صائب الصائب ابن يزيد أي وحوري أنا قوم مساجد كفرية أي أنا باب قرور حيقو صوتوري سدق دقانو ايه مصو عمر بن خضاب لفن إنهم مساجد هو ده هل يبرو بل بضا يكان يكان لبضا لبضا إنهم بو كان هو رئيس عمر وحكو ده هالكات كاتمادين وحيكو ده دائفان وكان مدني وحكو ده عمر هدي هذا هلا هيدين دتك مجال هذا دقن وأنا دي قراع لها وايو مساجد كي رسولك صلى الله عليه وسلم بعد عدك كروك قادين أتكون أحد الشيء أخ المسلم مساجد كلامه وقرين لقول نحبوه والله قول نحكفتمه والله قول نحقو صلى الله حق مساجد كوا حكم إذا إن ذا فدي صلى الله عليه والله دري له والله سو تشيده عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحيت المامسة إن الرسول كوامر صلى الله عليه وسلم نظافة مساجد دا يدري الكود حق مساجد كواحة كمدة إن أنا قفكو أسكعانو مساجد كي كينين أونو دباتينين قبل ودعونا يا مساجد كو دباتين يا كشرب أددي سان دري إلين إيسوك غلا مساجد كي دباتين يا حانا دا عيسى هل كاو كيستاغي حد دي دلي يهي أرتا قادي قفك مسلم كي كسو جودا إنو هابا عربا أخا المسلم خير كرساد استري إنكارها كرسانين يين ملايك تيلهي سبحانه وتعالى يكو قد بتاوتو حق مساجد كولي وحاكم دا إلا سمي إمام نول أو قرآن كي يقانا أو قارئة خديف يعني إلا سمي ورسول قوحري صلى الله عليه وسلم يأم الناس أقرأهم لكتاب الله ددك واحد تكينيا كقرآن كويقانا وحصارا إمام كلفتي سنة إن أمده تكيس دي رسولك صلى الله عليه وسلم أو صلاة دي فوضي دي وهي واحد كدب تكينيا مدي تال دران مد مسافرة مد دعوين انت بين أغادو إمام كيسنا وواجب يا الله إن خدف في عن لو دورة أقول له وحق مساجد كولي هاي خديب كي يا إمام كنا وحصارا إن أو علمي كي كل حفافيو ومد عقيدة دو دو صحو حكمة دي موعدة دو ناكسن نو كل حفافيو إنو إمام كي نغضو ميد كو دي شو ناكسن مركو مساجد كسو قلو أو تحية المسجد كي وتكدو وهينا أنو إمام كي نغضو ميد علمي كيسو يعمل كيسو هاي كلا سعودان علمي كو كباقي يعمل كيسو وايني ودا سعودان حق مساجد كولي هاي وحاكم دا إن إددك وحكامت مساجد كاي فهمان آداب تيكو سوغلي يا سوغلي دا يبحد دا مساجد كو حقوق بدن بولي هاي إلهي سبحانه وتعالى كو حق مساجد كسبح الله نغييلو دنبيغين يدنبيغ والدين تانا الله دافو إنتين مساجد دا تشوغنو وإنت ملايك تا إلهي نو دعينيسو وإنتين هالك سارا الله حجرسنها إله بقر كا إلهي الدمي غينا هدف جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.